للمرة الثانية يتم إعلان هدنة في الغوطة الشرقية، لكن مسلح جبهة النصرة وفيلق الرحمن يقومون بالهجوم على إدارة المركبات في مدينة حرسة، حيث أعلن فيلق الرحمن معركته على إدارة المركبات في اليوم الأول للهدنة والتي أعلنت في لقاء فيينا ممطرة ضاحية حرسة المتخمة لها بالقذائف. بعد الإعلان عن اتفاق هدنة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق والذي أتى متزامنا مع لقاء فيينا، لم ينتظر المسلحون سوى ساعات لينطلقوا بهجوم قاده مسلحو جبهة النصرة ومسلحو فيلق الرحمن على إدارة المركبات في مدينة حرسة. وقف إطلاق النار اللي استغلوه المسلحين في حرسة على إدارة المركبات، هذا صار للمرة الثانية والثالثة بيستغلوا هالحالة هذه لحشد قواتين والهجوم على القوات العربية السورية في حرسة. تخضع منطقة الغوطة الشرقية أصلا إلى اتفاق وقف تصعيد منذ أكثر من شهرين، إلا أن قذائف المسلحين لم تتوقف عن السقوط في المناطق المحيطة بحرسة منذ الهجوم الأول على إدارة المركبات. يعني احنا هون منطقة مدنية وهون فرن مدني، يعني لا في عسكريين ولا في حدا، يعني كل المدنيين بيجوا بياخذوا من منطقة السليمة والضاحية هون، كل أولاد وأطفال ونسوان، يعني ما حدا ما يجي يعني غير هيك. ايه وبالتنسيق مع البلدية وصاحب الفرن عملنا سقفية هي مثل ما انتم شايفينها. ليش؟ مشان حماية المواطنين من القذائف، وأنه من علما ما يستهدفونا بالقذائف بالفرن هون. فمدرسة الضاحية هذه والتي تأخرت في امتحاناتها 15 يوما عن باقي مدارس القطب أعادت افتتاحها البارحة وانتظرت الطلاب على أمل وجود الهدنة، إلا أن قذائف الإرهاب أصابتها في ذلك اليوم. المفروض نكون مخلصين من امتحانات من 15 يوم، بس اضطرينا نتأخر، المدارس ما تفتح نظرا لكثرة القذائف، وخاصة المدرسة كانت حوالي 6 مرات تقريبا متصاوبة. بفضل الله يعني الحمد لله نشكر الله مضي هذا الامتحان على خير، علما على انه مبارح المساء كمان كان في قذائف على باب المدرسة وبالشارع نفسه. قالوا في هدنة بس نحن على ارض الواقع ابدا ما وقفت شي هدنة، ما وقفت القذائف، ما وقف شي اسمه أذى لشباب تربوي لجيل مستقصدين. وقت طلعت الطلاب احيانا منضرب خميس جمعه بمساعده الاهالي، طلاب اساتذه كبير صغير مين ما بدك، بلديه غير بلديه كله بيستنفر تنظيف شيل ازاز. وما زال الاهالي بانتظار هدنه او حل وحسم عسكري ينهي هذه المعاناه. رغم كل الأحاديث عن هدن ووقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، إلا أن هجوم مسلحي فيلق الرحمن وجبهة النصرة على إدارة المركبات في حرسة، إضافة إلى استمرارهم في إطلاق القذائف على المناطق المحيطة وخصوصا ضاحية حرسة، يلغي أي كلام عن هذه الهدنة. قناة CGTN العربية، يعرب خير بيك من أمام أوتوستراد حرسة.